أهلا بكم من جديد، نستكمل سويا توثيق هذه الشهادة التاريخية للأستاذ الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، على مخططات الحركة الصهيونية واستهدافها الدائم لسيناء. دكتور جمال، أهلا بحضرتك مرة تانية. أهلا بيك. احنا وصلنا ل 48 تمام، عندما يعني عجزت الحركة الصهيونية وفشلت زيارة هرتزل إلى مصر بإقناع الحركة الوطنية المصرية أو الإنجليز بمشروعهم، لجأوا إلى إعلان الوطن القومي ليهم في فلسطين. تمام. بعد 48 والاحتكاك اللي تم ما بين الجيوش العربية وفلسطين والهزيمة اللي حصلت وقتها، بدأ يبقى فيه تصور أو سيناء موجودة على خريطة هذا المشروع الاستيطاني، هذا مشروع الاحتلال ده. تمام. لم تنسى الدولة الوليدة، إذا جاز استخدام التعبير، يعني الكيان الوليدة اللي انزرع في الوطن العربي، لم تنسى شبه جزيرة سيناء. حلم والتخطيط يبدأ بتأجيل والمراوغة لتأجيل انعقاد مؤتمر رودس. وهنا ما كانش مفهوم، هو مفروض الهدنة خلاص وهيبقى في مفاوضات في رودس، هو ليه ما بقتش في أواخر 48؟ لا، لغاية ما ترحلت لغاية ما يحتلوا أم الرشراش عشان يعمل ميناء إيلات. وهنا احنا ده اللي بيسموه إيلات. للأسف ده 49. عايز اقول لحضرتك انه مفاتيح بقى سيناء، ما هو انت عندك تيران وصنافير كمان. ف 18 يناير 50 بدأوا يفكروا في احتلال تيران وصنافير. بعد ام الرشاش عايز ياخد تيران وصنافير ليه؟ عشان يضمن المرور الى من مضيق تيران. لكن مصر بتفشل هذه المحاولة. احنا وصلنا كده ليناير 50. يناير 50. وهو يناير 50 حضرتك هنا عينيهم على سيناء. لكن وجود سلطة الاحتلال البريطاني وخوفها على قناة السويس من ناحية، ونشاط الحركة، انت في عز نشاط الحركة الوطنية المصرية قبل ثورة 23 يوليو. ده أوقف حلمهم على الأقل، لكن فكروا بقى في تيران وصنافير عشان يمروا من ميناء مضيق تيران. مصر انتبهت، لأن في مراسل للأهرام أرسل إلى مصر إنه إسرائيل بتفكر والكنيسة منعقد الآن تفكر في الاستيلاء على جزيرتين ما لهمش صاحب، ما لهمش علم. لما وصل لمصر ده، مصر بسرعة، وأهمية تيران وصنافير بالنسبة لشبه جزيرة سيناء وبالنسبة للأمن القومي المصري، فكرت على طول في احتلال الجزيرتين. وبعدين بلغت المملكة العربية السعودية بأن هي احتلت الجزيرتين عشان تؤمنهم من يعني استيلاء إسرائيل عليه. والملك على فكرة ده برضو، لأنه ده تاريخين مهم، لأنه أنت عارف حضرتك الجدل اللي أثير. لا، الجدل الوثائق حسمته. يعني احنا بعتنا للملك السعودي، والملك رد علينا بأنه كنت شديد القلق على الجزيرتين وما يملكش قوة بحرية ولا يقدرش يوقف إسرائيل. فكم هو قال ما معناه كده بالعامية في الرد بتاعه على السفير السعودي، كنت شديد القلق على الجزيرتين من أنه تحتلهم إسرائيل، الآن أنا سعيد جدا وهانئ البال، يعني مطمئن أنه هم مصر بتديرهم، وعموما الجزيرتين بين ملكين أخوين. وهنا مصر أمنت الجزيرتين، لأنه سيناء مصر تعلم جيدا ومخططات إسرائيل ناحية شبه جزيرة سيناء. طبعا ضاع على القضية الفلسطينية إعلان قيام حكومة عموم فلسطين في مواجهة الدولة الكيان الوليد. الملك عبد الله مع الملك فاروق أضاعوا فكرة
إقامة حكومة اللي هي اللي احنا لسه بالنادي بحل الدولتين إلى الآن. هننتقل إلى قيام ثورة 23. أنا قبل الثورة هنوصل بقى 52. قبل الثورة عايز أتوقف مع حضرتك على احنا بنعتبر يعني في مدرسة الصحافة تاريخ الصحافة بنعتبر انه الصحيفة وثيقة تاريخية. تمام. يمكن مدرسة التاريخ يعني يعرضوا شوية في هذا الامر. لا ما بنعرضش. او في بعض التحفظات بنعتبرها نمبر 2 يعني اذا جاز يعني احنا بنعتبرها يعني عندنا وثائق غير منشورة. صحيح. لكن انا عندي تبقى الوثيقة الايه المنشورة يعني.